عايزين نلحق قبل رمضان نصلح القلوب. اغسل قلبك. طب اغسله ازاي؟ ده المية ما بتوصلوش. اغسله بما يصل اليه. طب ايه اللي بيوصل له؟ الذكر والقرآن، هم دول اللي بيوصلوا القلب إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فاغسل قلبك بالذكر والقرآن. انتوا عارفين ان الغسيل يعني يحتاج الى مية كتير، مش نقطتين، يعني ان تكثر من ذكر الله ومن تلاوة القرآن في هذه الأيام. عايزين نزود الذكر شوية، بدل ما كنا بنقول ميات عايزين نقولها ألاف بقى. الخمسة اللي احنا بنقول عليهم الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل هو لا إله إلا الله، والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكلمتان الحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يبقى من كل واحدة ألف. احنا قلنا الألف تاخد ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة ما هياش إشكال في حياة المسلم. الخمسة في ربع ساعة يعني كلها ساعة وربع مش أكتر في اليوم. ذكر، تلاوة القرآن الجزء بياخد تلت ساعة. عايزين نقرأ في اليوم على الأقل أقل ما فيها خالص تلات أجزاء، جزء الصبح، جزء بالليل في الحداشر ركعة القيام، وجزء في وسط النهار ننقنق فيه بين الصلوات، في المواصلات، في ساعات الانتظار. ثلاث أجزاء في القرآن على الأقل كل يوم، ده الحد الأدنى. قول لي طيب أنا عايز أغسل قلبي، بس برضو الذكر وتلاوة القرآن مع الكثرة دي مش حاسس بقسوة قلب، مش واصل لقلبي. هقول لك بقى اغسله بحاجتين مهمين جدا، الخوف والشوق. خوف مقلق أو شوق مزعج، وشوق مزعج. خاف من البطش، خاف من العقوبة، خاف من الفضيحة، خاف من السلب، خاف من الطرد، خاف من اللعن، خاف. وشوق مزعج أن تعيش حياتك مشتاق. أنت مشتاق تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، مشتاق تشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم، مشتاق تشوف ربنا، مشتاق تدخل الجنة، مشتاق تطمئن على عملك وحالك مع الله. عيش الشوق ده يدفعك إلى العمل ويغسل قلبك.